غالبا بتبقى حاجات كتير قوي مرتبطه بالافلام والفيديو كليبس، اللي هو جو ايه احنا بقى هنتجوز وبقى نبقى واقفين في المطبخ ونحدف دقيق على بعض، وبعدين بقى والمخدة محدش بيفكر ابدا مين هينظف الدقيق ده يعني، فاهم؟ هنجيب بقى مخدات من ونقعد بتاعت الريش دي، نخبط بعض دي غالية وبتاع قوي اصلا، وكده. مش متخيل ان انا اعمل كده هزار. فاكس اصلا ايه المخمضه دي؟ يا رحاء ازيك؟ تمام الحمد لله. كله جميل؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ احنا عندنا النهارده موضوع يعني ايه؟ لما يطلبه المستمعون شيق شيق جدا. فارس الاحلام. فارس اول حاجه هو 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 اللي شاب. هو احنا ليه ما فيش فارسه الاحلام؟ اعتقد فيه برضه يعني، على بس اسمها سكارلت. سكارلت اللي هي سكارلت؟ سكارلت جوهانسون دايما دي، فاهم؟ يعني انا ما بتقول سكارلت جوهانسون بتبقى دي فارسة الأحلام في غالبا الجرافيكس هطلع يعني. من عينيا قلوب، يعني غالبا في المونتاج والجرافيكس غالبا، خلوهم ما أنا يطلعوا عارف، قلوب ما كده أنا يعني، عارف، ما هي دايما او القلب بتاع ذا ماسك اللي هو بيطلع كده ده دايما طبعا. بتبقى قلوب والله، ومن قلبي كمان ممكن تطلع قلب عادي، من ما قلبنا أصل كلنا الله جميل وحب الجمال. يعني، جميل جميل قوي ده احلى جمال ده. ايه بقى يعني، ايه عايزينه عامل ازاي يعني، اخضر وباستك ولا ايه؟ مين فارس الحمد لله؟ مواصفاته ايه حمرا وبترتر مثلا؟ الافيه بتاع حديث صباح المساء ماشي. ده. لا والله، هي البنات غالبا يعني، او اغلب البنات عندهم دايما الفكره المتعلقه بفارس الاحلام، الشخص اللي هم بيحلموا بيه وبيبقوا شايفينه بمواصفات معينه، في الاخر هي بتسيب كل ده وبتروح لاي واحد بيطنشها، ده موضوع تاني. يعني ماشي. طب ما نقول من الاول مواصفات فارس الاحلام ان هو يطنشني عشان لا، نأثر ما على هو بعض ده مش السكك. مواصفات فارس دي مش الأحلام، هو مواصفات. مواصفات فارس الأحلام إنه يبقى لطيف ودمه خفيف ويبقى كاريزماتيك ويبقى جان ويبقى مهتم بيها. طب بيشتغل امتى؟ طيب معلش عشان الحاجات دي بتفرق في وسط يعني. كل الحاجات دي بيشتغل يشتغل عادي. يعني ما يعني هي وبيشتغل بقى، بتشتغل كلهم كسيد بيشتغلوا يعني عادي يعني. مفيش حاجة. طبعا، ما مين اوكي هيصرف يعني مثلا. احنا. فالفكرة بقى انه هي بتسيب كل ده بعد كده وبتروح لأي واحد بيطنشها، دي الأزمة. طيب احنا هناخد موضوع ان هو بيروح يطنشنا في الاخر بس عشان نشرح براحتك. لا للساده معاك المسؤولين المأساة فين. طيب هو يعني غالبا طبعا اسمه فارس علشان الشغل، هيخطفها بقى الخطفه مش تبقى عشان الشغل بتاع زمان هيجي على حصان وكده. يعني، ما انت مش مشكله بقى، حصان حمار هنغرمه، مش ممكن يبقى فارقه راكب فيرنا المواصله يعني، ممكن يبقى يعني. راكب فيرنا عادي يعني يعني جاي. المواصله دي تفاصيل، بس اوكي هو في الاخر يعني جاي بقى هيخطفها بقى الخطفه هي دي. ده جميل. بعدين هل بقى هو مطلوب منه طبعا ان هو يفضل يعني يبقى بهذه المواصفات؟ لا، ما هو لا هو هيبقى ولا هي هتبقى اللهم صل على يعني، النبي. انا هنجيبها فاهم ان العمر حلقة. يمضي، فاهم؟ ده ماشي. موضوع تاني. لا هي هتبقى ولا هو هيبقى، لا هي بس الفكره اللي هي ايه، حلاوه البدايات. لا حبل في الاول. وبعد كده غدا سانتقم يعني، بتبقى الموضوع والله انا مش بيبقى انا مختار. هو في هنا في شخص ما في الكرو ما بيحبنيش قوي، اوكي، قرر يحط جنبي غدا وحطيتلك سانتقم. لا بس ده عشان انا بحب ده استاذ مصطفى محرم واحمد يحيى ده ما يعني. اهتمتش قد ما اهتميت ان دي نجلاء فتحي الحقيقه. لا ده طبعا 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 يعني حب لا ينتهي، هي عملية بتحصل مش محدش بيبقى متحكم فيها يعني. في الاخر هي البنت بتكبر عندها فارس احلام، غالبا بتبقى حاجات كتير قوي مرتبطة بالافلام والفيديو كليبس، اللي هو جو ايه احنا بقى هنتجوز وبقى نبقى واقفين في المطبخ ونحدف دقيق على بعض، وبعدين بقى والمخدة محدش بيفكر ابدا مين هينظف الدقيق ده يعني، فاهم؟ هنجيب بقى مخدات من ونقعد بتاعت الريش دي. نخبط بعض دي غالية وبتاع قوي اصلا، وكده. مش متخيل ان انا اعمل كده هزار. فاكس اصلا ايه المخمضة دي؟ بس عموما دي افكار حقيقية والله يعني، في ناس بتفكر كده فعلا. طب بتتغير؟ دايما اي ولد، دي نصيحة للجميع طبعا، كل شاب وكل فتاة. بالظبط، اي ولد هيطنش اي بنت هيخلق جواها مجموعة من التساؤلات، هوبا، حسب بقى كل بنت ورغبتها في اختراق المجهول، الله. يعني في الحصول على إجابة تلك التساؤلات، الله. انه ايه هو بيطنشني ليه؟ طب هو مش شايفني انترستنج؟ طب هو انا مش حلوة؟ في طب هو الوسع انا وفي مش الضمة عارف يعني ايه؟ الاتنين لا مع بعض. كله بقى مع بعض. فهتبدأ واحدة مشغولة فهتقول لك ايه، لا طب خلاص بعدين نبقى نشوف الموضوع ده وهروح اعمل مش عارف ايه. اوكي. واحدة تانية عندها وقت فراغ، طب لا احنا نحاول بقى ايه نعرف إجابات الأسئلة دي، طبعا. فتبدأ ايه تحاول انها تجاوب. شد الدنيا اخ، معلش استاذ، اتفضل. بس فايه، فنفضل بقى في اللوب دي كتير قوي لحد لما الموضوع يا اما يبوظ مننا يا اما يبوظ مننا، لان هو ما هو فيش كده طبعا كده إيه، طبعا. يا تنتن يا تنتن يا تنتن، الموت الموت الحقيقه الواحده يعني. بس غدا سانتقم، هو ده غالبا التايتل. ربنا يسامحه لك. طيب سؤال تاني بقى. هل مواصفات فارس الحاجات ده
بتتبني بناء على رؤية البنت لنفسها. يعني هي مثلا عايزه واحد فيه وفيه 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 وفيه، طب نقف كده نشوف انت عندك ايه. طيب والله ابدا، اصل تصدقني تلاقي بنات مثلا امارات حاجه حلوه، ف يعني مش ممكن اقول حاجه حلوه فشخ، حاجه قمر فاهم، تلاقيها مش ممكن ماشيه مع واحد اللي هو ايه تبقى معجبه بيه وتقعد وتكلمك بقى بمنتهى مش ممكن فاهم، تبقى قلبك بيتقطع في غشاوه كده، في غشاوه اللي هو انت يا بنتي فوقي اللي هو حاجه كده، بس ما بتفوقش، هي بتفوق في الاخر صدمة طبعا. بعد كده البنت بتخش في مرحلة ايه؟ مرحلة قال طب ما كان شغال، ما كان بيزمر، عارف الاحساس ده اللي هو طب فين وافتحه تاني كده، طب ما كان كويس يبقى اكيد انا عملت حاجه غلط، فبنخش في اللوب بنت اللذينه بتاعت طب انا عملت ايه علشان هو يتغير. ماشي، فتبدا بقى ايه في الشعور بالذنب وفي ريكاب وفي تسجيل كل الحاجات والمناقشات والكلام اللي حصل. وطبعا هو نظرا لان هو ابن ناس طيبين الصراحه يعني حلال بالظبط، فيعني فهو بيعزز عندها الشعور ده بشكل من الاشكال من خلال معاملته اللي مش لطيفه. حبيبي ده جميل قوي. ماشي، فالبنت بقى بتبدا تبقى ديلوجنال، فبيبدا بقى فيلم التاووس، بما ان احنا في الافلام بقى ماشي في كميه ديلوجنز بتحصل، فلحد في الاخر لما البنت بتتجنن وتفضل تجري وراه وتحاول تساله ومش عارف ايه، وهو بيطنشها طبعا، وباظت القصه الحمد لله راحوا في داهيه الحمد لله. الفكره كلها انه نظريتي انه البني ادم احنا دايما بنسال نفسنا هو انا بحب فلان ولا ما بحبوش، هو انا مش عارف ايه ولا مش عارف ايه، واكشلي اعتقد انه البني ادم لما بيحب بيعرف ان هو بيحب. يعني اول ما يظهر السؤال يبقى انا كده اعرف ان انا مش هنا. لا هو انت لما بتحب انت بتعرف، فطول ما انت بتسال اعتقد انك ما بتحبش. دي النصيحه الذهبيه. يعني انت طول ما انت بتسال، طول ما انت بتلق في حاجه معلق. وبعدين هرب حوالين علشان نقول الخلاصه بتاعت الحدوته كلها يعني الزتونه اللي في الاخر. ايوه، ودي يمكن المتعلقة بالسن. أيوة. مش كبيرة قوي بس يعني انه في الاخر المشاعر الحاجات اللي هي بقى الفايري بقى ونجري ورا بعض والتشيس وده هانجر جيمز والجو ده الافلام دي كلها. في الحقيقة العلاقات او الحب الحقيقي هو المرتبط بالامان، بالشعور بالامان والشعور بالارتياح، انك تقعد مع حد مش هو اللي يحل مرار الايام زي ما استاذ محمد فؤاد قال. احتمال. ما هو انا لو حبيبك اكيد هيحل مرار الايام، بس هي الفكره كلها انه في الاخر لو انت حسيت بالامان والارتياح مع الشخص، حس انك بتتكلم وانت سايب ايدك كده، يعني الدنيا قاعد وانت سايب ايدك، الدنيا كلها بالنسبه لك مريحه ولطيفه، مش حاسس انك متنشن، مش حاسس انك متلجم او مش عارف تقول حاجه او مش عارف تبقى على طبيعتك او مش عارف تبقى نفسك قدام الشخص، يبقى اكيد في مشكله. طب معلش انت بتقولي حاجه مهمه دلوقتي، ان هو انت مش عارف تبقى نفسك قدام الشخص، ما ممكن انا من كتر ما انا بحبه وخايف اخسره، فانا لو وريته نفسي الحقيقه ممكن يمشي، فانا بقى عشان عايز احافظ عليه ماشي. ما هو ده مش هينفع، لانه ات سام بوينت هو هيشوفك، لانه ما حدش عنده القدره ان هو يمثل 24 ساعه لمده انت ممكن عمر. هي دي بتاعت انت لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت، يعني لو انت بتقول كده ماشي. ولا التانية بتاعت اكدب عليا مرة غلطتك اكدب عليا مرة والله يعني. ولا اعرف الاثنين، بس اللي اعرفه ان انت صعب انك تقعد تمثل 24 ساعة مستحيل. لمدة مستحيل. شهور كتير صعب قوي. طيب احنا هنقول حاجة كده انا خدتها من كلامك، ان الفنان مثلا بهاء سلطان، يعني بتسيبك من الحب الحقيقي هو اللي حل مرة الايام دي، وجهة نظر الفنان محمد فؤاد، وجهة نظر الفنان بهاء سلطان كانت مختلفة شوية، ان هو عنده قائمة طلبات دخل بيها في اغنيته رائعة احلف، ورص رصه كده وما قالش في الاخر هو هيقدم ايه. يعني اعطش اقول يا ميه تسيني ميتك، اشوف الناس ازاي اشرب حنيتك، كل حاجات، وطبعا عنده شويه طلبات كده قالها كلها وما قالش هيقول ايه. فانا ساعات بحس ان هو الناس جزء من الشوشره بتاعت الفكره، الناس كتير بتتكلم عن الموضوع، كل واحد بيقول وجهه نظره، ومفيش حد هو بيقول وجهه نظره بيقول وانا قصاد ده هقدم كذا. فاللي عايزه فارس الاحلام شكله عامل كذا، كانها ما بتفكرش طب انا هديله ايه عشان يجي، واللي عايز فارسه هي مش هي كانت فتاه احلام مش فارسه احلام، هو طب ما ممكن يكون ده الكونسبت اصلا، انها فارس احلام وفتاه احلام عشان هما في الاحلام. ما هما في الاحلام. ايوه يعني احنا عارفين. يعني ده يعني ده ما في الاخر بتروح للي بيطنش اللي هو المدمن. المدمن هو عايز حد ينقذه. المدمن. طيب هل الانسان المفروض يسال نفسه الاول المدمن ماشي يا رحاب، فهل الانسان المفروض يسال نفسه الاول ماشي يا رحاب، المفروض الانسان يسال نفسه الاول انا هقدم ايه عشان اخد ده، ولا هو بيخش يطلب؟ لا هي
العلاقات ما انا يعني فكره ان انا داخل ادي واخد والجو بتاع ده يعني ما صباح الفل يعني ما أصلك مش اصل في الاخر احنا داخل يعني احنا عموما علاقاتنا الانسانيه الغير مرهونه بالعمل تمام. في الاخر انت بتدخل اي علاقه لانها علاقه مريحه بتريحك بتضيف لحياتك شكل من اشكال الحياه جميل. مش اكتر هتيجي تعسفني بتحل يعني مرار الايام يعني زي هو ده مش قالت لك صالحت بيك ايامي سامحت بيك الزمن الله قفلت الباب انت فاهم انت ارجع بقى ايه للاحرار أوكي. فاهم فهي قالتها لك قالت لك صالحت بيك ايامي سامحت بيك الزمن خلصناها فاهمني فانت بتخش الحاجات على امل انك تصالح بيها الايام وتسامح بيها الزمن هيفشخوا الحياه بقى هنا خلاص يبقى تولع الايام ويتحرق الزمن وتولع انت وبلاها خالص بلاها سوس وبلاها ناديه وامشي في طريقك فاهم لانه يعني احنا ما بنخشش العلاقات عشان نعسف بعض واظن ان احنا مش المفروض نخش العلاقات واحنا منتظرين اللي هو هيديني كذا فانا هديله كذا وهي تديني كذا فانا هديها كذا اللي هو الحاجات ما بتمشيش كده هي اي علاقه انسانيه منذ بدايه الخلق مبنيه على تواصل وعلى كلام وعلى ارتياح وعلى حاجات تانيه كتير يمكن هو ده باب الشرير اللي بيدخل منه انا داخل علاقه مريحه انا مش عامل حاجه انا هانتخ بقى لا ما هي العلاقه المريحه ملهاش دعوه بالراحه العلاقه المريحه ليها علاقه بان انت مرتاح نفسيا لكن هل ده معناه انه انت حتى لو اصدقاء ان انت صديقك ما بتسالش عليه ما بتقفش جنبه وقت ما يحتاجك ما بتسدش معاه وقت ما يبقى عايز ما بتفرحوش مع بعض وتضحكوا مع بعض وتخرجوا وتنبسطوا مع بعض يعني ما هي حاجات كتير والحاجات دي كلها بتبقى طريق رايح جاي ما ينفعش يبقى رايح بس او جاي بس الناس بتبيع دلوقتي على الفيسبوك ان هو انا صاحبي اللي لما ما بسالش عليه بالاربع سنين واكلمه وننزل نتقابل لا ده موضوع تاني ده لقطه معينه لكن في الاخر انت برضو ما تختفيش من حياتي سبع سنين وتيجي تقول لي حبيبي ده انا كنت بحلم بيك امبارح بتحلم بيا ايه ده احنا بقالنا سبع سنين ما شفناش بعض هو في حاجات برضو ليها دعوه بالواقعيه بمنطقيه الطرح انزل على الارض انزل على الارض هنفضل صحاب هل ده معناه ان انا هكرهه اللي بقالنا سبع سنين عشان هو متغرب مثلا لا خالص صاحبي وحبيبي وفي عذر معين لكن في الاخر ايوه طبعا المسافه بتحط حواجز بين الناس طبعا. والغياب بيحط حواجز بين الناس واكيد اللي موجود في حياتي كل يوم ما بقولش انه تأثيره هيبقى اقوى بس في الاخر في نوع من انواع الحركه او الاكشن بتحصل طب انا نحب نقول نصيحه لكل شاب وكل فتاه ما تتجوزوش ما تعرفوناش بقى دلوقتي لا بهزر لا لا يعني انه في الحلقه هنا المونتاج انا اللي بعمل انا في الحلقه هنا لا مش ما تتجوزوش ما اقدرش اقول كده بس قصدي ان كل واحد يعيش حياته زي ما هو عايز يعيشها وانا رايي لو في نصيحه فعلا محتاجه تتقال ان احنا ننزل بسقف التوقعات شويه ماشي ونعلى بالشاب خالد علشان الوضع كده مش يعني فكره التوقعات العاليه جدا ما اظن بتخلينا احنا نقع على بوزنا لما نقابل